السلام عليكم، مرحبا بكم بنات في فيديو جديد عندي في القناة. عندي ما نقول لك في صنعها. الوغ الفيديو ديال اليوم غادي يكون خدمة ديالكم ديال نص طوق اللي خدمناه فوق من الثوب على شكل سفيفة. الوغ اش كندير؟ وهذا هو لكم بالنسبة للفصالة. الوقت اللي تمشي عند اللي غتفصل لك او ليلة كنتي كتفصلي انتيا بوحدك، كتفصلي لكم العبار ما كتزيدي عليه فقط سنتيم ديال السرج. علاش؟ لان هاد الخدمه هذه ما كنكفوش فيها. لاحظوا ان هنا راني خدامه الثوب على الوجه ديالو، وعلى الوجه اش كندير؟ كنشد هاد السرجي، العبار تاع السرجي كنتنيه على هاد الشكل، وكنبدا نحبك فوق منه. الوغ الحبكه دائما اش كندير؟ كندير حشو سلسله، حشو سلسله. لاحظوا معايا راه كنخدم الثوب على الوجه ديالو، حشو سلسله. دونك غادي نكمل الكم ديالي كامل وغادي نرجع لكم. هذا نكمل الدوره ديالكم كامله. والبنات البنات انا كملت الدور. ها هي كما كتشوفوا اش كندير دابا. كنجي للاخير كنسد بحشو، كنطلع ثلاثه ديال السلاسل. دجا درت وحده جوج ها ثلاثه، كنقلب الخدمه. الوغ غنبدا نخدم دابا على الظهر، نبدا نخدم على الظهر يعني من الداخل ديال البياسه. الوغ ديالكم علاش غندير كل فراغ غادي ندير فيه جوج ديال اعمده. كل فراغ ندير فيه جوج ديال اعمده. غادي ندور لكم كامل بالأعمدة باش نشرح لكم علاش كنخدم على الظهر. ديجا شرحت لكم فاش كتخدمها في نص السوق، ولكن ماشي مشكل نعاود نشرحوها هنا تاني. كل فراغ كما قلت، الفراغ بالنسبه ليا راه هو الفي باش ما تبقاوش كل مره تقلبوا الخدمه. انا غادي نوريكم. الوغ هنا كتبان لكم واحد الفي، ها هي هاد الفي راه هي الفراغ، هي اللي غنخدم فيها جوج تاع الاعمده. دونك كل في غنخدم في الوسط ديالها جوج ديال الاعمده. ها هي الفي الاخرى نخدم فوق منها جوج ديال الاعمده. الو غادي ندور الكم ديالي كامل على هذا الشكل بالاعمده. الو علاش كنخدم على هذا على الظهر ديال الثوب؟ لان هذا بما انها هي سفيفه خصها تجيني طايحه فوق من الثوب. الو غتجي على هذا الشكل، غتجي طايحه على هذا الشكل فوق من الثوب كيف ما خدمت الثوق. الوسطه الموالي غنبقى دائما خدامه على الظهر ديال الثوب. علاش كندير عمود؟ كنخلي فراغ كنمشي للفراغ الموالي، يعني كنخلي عمود كنمشي للعمود الموالي، كنخدم فوق منه ثلاثه ديال الحلقات على هذا الشكل. وحده جوج ثلاثه، خرجهم دير سلسله، خلي عمود ونمشي للعمود الموالي. الوغ كثير انا قلت لكم كنخلي سلسله، نورمالمون ما كنخليش سلسله بلوطو. دونك ها كنجي، باش كنجي مباشره كنخلي عمود كنمشي فوق من العمود الموالي، كنخدم عمود كنخدم فوق منه ثلاثه ديال الحلقات. الحلقه الاولى، ثانية، ثالثة، كنسد عليهم وكنمشي نخلي ثاني عمود نمشي فوق العمود الموالي. دونك كنبقى خدامة بنفس العملية حتى غدا نكمل الكم ديالي كامل. واحد، جوج، ثلاثة، نفس الشيء نخلي عمود ونمشي للعمود الموالي وكنبقى خدامة على هذا الشكل. نسالي هذا باش نوريكم النتيجه ديال هذا السطر كيفاش كتكون. وراه انا دائما خدامه على الظهر ديال الثوب. هذه هي النتيجه اللي كنحصل عليها كيف ما كتشوفوا، راه كنخدم على الظهر ديال الثوب. الوغ البنات انا سريت السطر الثاني كيف ما كتشوفوا اهو. الوغ دابا السطر الثالث غادي ندير فيه طريس بحال الشكل باش خدمنا السفيفه ديال نص الثوق. الوغ كنطلع بجوج ديال السلاسل، كنخلي المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، كندير
عمود غيجيني مايل على هذا الشكل. كنطلع بربعة السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة، كنجي فوق هذا العمود وكندير غرزة الحشو وكنتبس بها ربعة السلاسل، وكنزيد عليهم أربعة ديال الحشو وحدين أخرين، وحدة جوج ثلاثة أربعة، وكتجي كنخلي مجموعة واحدة تاني وكندير حشو. هادي هي الطريس ديالنا، غيكون على هاد الشكل. كنطلع تاني جوج تاع السلاسل، غنعاود نفس العملية، نخلي المجموعة الأولى المجموعة الثانية وندير عمود غيجيني مائل على هاد الشكل. كنطلع بربعة ديال السلاسل، أربعة، كنجي كندير حشو كنتبعو أربعة ديال الحشو أخرين، جوج ثلاثة أربعة، كنخلي مجموعة وكندير حشو وكنخدم نفس الطريقة حتى كنسالي الكوم ديالي. أنا كيفما كتشوفوا البنات، أنا ساليت هنا السطير ديال الضرس. أش كندير؟ كنجي الوقت اللي كنسالي كنقلب. دابا أنا كنت خدامة هنا على الظهر ديال الثوب، كنقلبو بحال ما هاكا وكنجي على الوجه بهذا الشكل، وكنعاود كندير حشو من الجهة الأخرى بهذا الشكل. نعطيكم الحشو، كندير سلسلة، كنجي هنا الفراغ اللي كيبان ليا ما بين حشو وحشو كنعاود ندير فيه حشو ألوغ سلسلة. هذا الفراغ هذا غادا ندير فيه حشو بهذا الشكل، سلسلة في الفراغ كندير حشو ألوغ باش كتبان ليا السفيفة ديالي طايحة مزيان، وغنثبتها مازال فوق الثوب بهذا الشكل كما كتشوفوا. كتجي سفيفة على هذا الشكل، لاحظوا كتجي نقية حتى من هنا برا وهنايا كتجي نقية، ما كتحتاجش تكفيفة. داكشي علاش كنقول لكم تفصلوا الكم على الطول اللي بغيتوا، لان ما كتكونش هنايا اش غنزيدوا، فقط غنزيدوا الضرس بحال هذا بنفس الطريقة باش خدمنا هذا، غنعاودوا نخدموه هنايا وغنكونوا كملنا الكم ديالنا. المرحلة الأخيرة البنات شنو هي؟ أننا كنديروا الضرس من الجهة الأخرى باش كيجي هذا فوق من الثوب، وهاد الطريس كيجينا خارج على الكم. ألوغ كنطلع بجوج ديال السلاسل، كنحسب الفراغ الأول الثاني، كنجي للفراغ الثالث كندير العمود، كنطلع بثلاثة أربعة السلاسل، جوج ثلاثة أربعة، وكنجي فوق هاد العمود كندير الحشو الأولى، كنثبت هاد السلاسل وكنزيد كندير ربعة تاع الحشو الآخرين، واحد جوج ثلاثة أربعة. كنجي للفراغ الموالي الحشو الموالي كندير فيه حشو، كنطلع ثاني جوج تاع السلاسل، نوي خيط على الكروشي الفراغ الأول ثاني الفراغ الثالث، كندير العمود نفس الضرس اللي درت من الجهة اللي على الثوب، كنعاود نديرها من هاد الجهة. ألوغ واحد جوج ثلاثة أربعة، نخلي الفراغ اللي خدمت فيه كنمشي للفراغ الموالي وكندير فيه حشو، وغنبقى خدام على هاد الشكل حتى غنكمل الدورة ديال الكم ديالي كامل. وفرجة ممتعة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.